متأكد محمد أنك تدخل في الظلام؟ إن شاء الله إن شاء الله ندخل في الظلام ونتحدى بالنسنس ونتحدى محمد أقاه الرقاش جو هما دخلوا بالنار أنا ندخل بالليل. يعني تدخل بالليل لهذا الغار هذا؟ إن شاء الله. ولكن راش يقولوا أنه مسكون بالجنون وفيه داكشي المعيب. وأنت مع شنو يكون فين دخلوا لي إحنا عندنا عادي داكشي. يعني تدخل الغار طاس بالليل محمد. بالليل ما عنديش مشكل يجي عندي مع الجوج اللي ندخل لي أنا. مشاهدي في قناة شعب قناة شفت فيها مرحبا بكم في البث المباشر المباشرة من مدينة المحمدية. من بعد ما كشف القيل والقال على غار الطاس قالوا انه مسكون بالجن، قالوا انه هنايا كيطراو بزاف د الحوايج الطلاميس السحرة والمشعوذين كيدخلوا لهاد البلاصة هادي. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام في هاد اللحظات محمد غيتحدى قاهر الرقاش وغيتحدى بالنسنس وغيدخل ليه في الظلام، والكارثة العظمى انه غيدخل بلبيل. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دخلتي هذاك النهار حتى في الضو لقيتي الجنون لقيتي بزاف د الحوايج. شوف اولا كثير من الناس كيعرفوا بان اي مغاره كيكون عندها الظلام لداخل الا ولو كتكون مرعبه وسكن للجان، هادشي معروف اي واحد سولتي. ولكن غندخلوا في الظلمه محمد حتى كي درتي ليها خويا راه 100% حنا غادي ندخلوا هنا، ومني غادي ندخلوا هنا غادي نعرفوا اشنو كاين. يعني داك الجن كيعرفنا، انا شخصيا الجن كيعرفني، غندخل عدو غادي نقول ليه انصرف باذن الله غادي انصرف. ولكن كيفاش كيعرفك الجن؟ واش محمد تكون بالجن ولا محمد الصديق ديالنا كيتحداني، كيتحدى قاهر الرقاص، ولكن غادي يدخل. علاش؟ حتىش معاه قاهر الرقاص وغادي يدخل وغادي يضرب دوره ان شاء الله لا خوف عليه. لا اسمح لي، في الاول غيدخل بوحدو في الظلام وغيخرج وغادخل حتى في الظلام وغنشوفوكم. مرحبا محمد، موجود التحدى محمد. ها انتم الاخوان غنحيدوا ليه البيل غيدخل في الظلام. اكو اكو سير على الله. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام، محمد اللي غادي يدخل، محمد اللي يعني شوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني شوفوا معنا محمد غيدخل في هاد اللحظات. الله يحضر السلامة. اش اخويا جلينا ديال الضو ديال الضو ديال الضو باش نشوفها باش تدخل. عمي دخل اجي حدايا اجي حدايا. يعني انتم الاخوان راه ما كاين والو، سير الله يعاونك الله معاك. يعني كيف ما كتشوفوا معنا واش ديال الضو ديال الضو شوف ديال الضو. يعني انتم الاخوان شوفوا معنا ما كيبان والو، يعني شوفوا معنا مشاهدينا متتبعينا غيدخل غار الطاس اللي قالوا انه مسكون بالجن وقالوا انه فيه الجن. فالله يحضر السلامة الله يحضر السلامة والله يدير التاويل ديال الخير. مابقاش كيبان ديال الضو ديال الضو ديال الضو شوفوا. يعني راه هو الاخوان كتشوفوه غالي ديال الضو ديال الضو شوفوا حتى غيدور. يعني الله يحضر السلامة الله يحد الباس الله يحضر السلامة. واش نظركم يعني باش انه غيدخل في الظلمة؟ محمد ولا بزاف خمسة دقائق ورجع. يعني ها انتم كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام الله يحضر السلامه الله يحد الباس. واش في نظركم غادي يقدر انه غيستطع انه يدخل؟ ديال الضو ديال الضو شوف ديال الضو ديال الضو. يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا متتبعينا غار الطاس غار الرعب، غار اللي قالوا انه مسكون بالجن اللي قالوا فيه الجنون الاخوان، ها هو دخل ليه يعني ما عرفناش، اللي قالوا انه داخل فيه محكمه مهجوره كان سجن مهجور. شوفوا معنا الاخوان لايف مرعب، فكنتمنوا انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا على وسع النطاق، وما ننصحوكمش انكم تجيو لهذ البلاصه. محمد ها هو دخل محمد، واش نظرك غيقدر يخرج ولا غيتلف لداخل؟ ها محمد اولا واش نشوف فوق منك شر ما كاين والو محمد ومخنوق الدنيا هنايا. شوف اولا ما نصحش اي واحد يدخل لهذا المكان هذا، هذا المكان هذا الاكسجين ما كيدورش. يعني الناس اللي عندهم مشكل في التنفس ما يحاولوش يديروا هذه المغامره هذه. محمد كما كنعرفوا واحد الانسان اللي زعيم، ولكن كما نقول انا لا علاقه لي هو في العالم الجن وعالم يعني هو ماشي قاهر الرقاص وقاهر المشعوذين وكيريح مع المشعوذين وكيخرج فيهم عينيهم وكيقول لهم ارى ما عندكم. يعني هذا ولكن محمد راه هو دخل دابا كنشوفو دير الضو دير الضو دير الضو دير الضو دير الضو مابقاش كيبان عليه البيل عليك هذا مابقاش كيبان. كاين بعض كاينين بعض واحد الناس كيقول لك لا سيدي دخل ليه بالليل. يعني ها هو احنا في الليله يا محمد، يعني شوفوا معنا الاخوان راه ما كيبان والو، يعني راه ما كيبان والو محمد اسمعني. وكاينين بعض واحد الناس سبحان الله كاين واحد بعض الناس عندهم كيكتبوا في بعض التعاليق كيقول لك حنا راه دخلنا ليه، حنا راه دخلنا ليه في واحد فلان في واحد الوقت اللي شربنا فيه ودرنا فيه جميع شي حوايج، ولكن باش تدخل ليه وغتقول لهم يا معشر الجن ان كان جني هنا فليخرج باذن الله راه ما تقدرش. هنا كون اكيد بان جنابك غتخاف منهم، يعني غتولي تحفظ على الحجره الى طيحاتك تولي تقول شي جن طيحني.
راه ماشي ساهله واحد الانسان غيدخل لواحد البلاصه مرعب مرعبه وغيدخل لواحد الظلام وغيقول يا ايها الجني يا ايها ويخير دخل محمد دخل عندو جات فعاد شعري البيل عرف البيل عرف البيل هاد البيل انا بغيت نصور به انا فيديو لا 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 غنحيدو البيل دراما محمد مرحبا فهانتوما محمد غيدخل في الدراما البيل غادي يقولوا يعني هانتوما محمد قاهر الرقاش غيدخل اسمعني غادي ندخل عند يعني هو غيدخل يعني بقاو معنا راه مبقى كيبان والو الاخوان شوف راه مهجور هاد البلاصه هادي شوفوا معنا انا معاك انا معاك راه ما كاين والو الاخوان هنا راه مهجور هاد البلاصه راه الغاب زين تعال الله يحفظ الله يحفظ السلامه شوف اولا الله يحفظ السلامه ايوا محمد صراحه يعني من بعد ان شاء الله غادي نعرفوا مزيان شكون هو واش هو فعلا يعني عنده قدرات ديالو هو وعنده موهبه ديالو هو لعل وعسى ندخل ونلقاه يعني يمكن يقدر يكون جا واحد التخوف ولا يكون جا واحد الاختلاط لا هو ما كيخافش الله اعلم هو ما كيخافش عز وجل هو الذي يعلم خويا محمد سامحني يعني الله يحضر السلامه الله معاكم كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات محمد قاهر الرقاش غيدخل يعني الله يحضر السلامه واش غنشوفوا ولكن محمد مع القران علاش قال القران هانتوما محمد يعني غادي داخل يعني شوفوا معنا غادي كيجري الاخوان ايوا ايوا طاح 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 كان كيطيح يعني كما كتشوفوا معنا لايف مرعب بقيت انا بوحدي هنا يعني كما كتشوفوا معنا المشاهدين المتتبعين الله يحضر السلامه الله يحد الباس يعني كما كتشوفوا وبقى كيبان والو الاخوان يعني راه دابا الظلام يعني بزاف ديال الناس يقول لك هانتوما الاخوان دابا الظلام مابداش كطيح راه بقى كيبان والو الاخوان يعني راه هو ان يعني ما يمكن يعني الجن راه مورا المغرب كيبانوا كيبداو يفيقوا يعني كما كنعرفوا هانتوما الاخوان يعني لايف مرعب الله يحضر السلامه ما بقاوش كيبانوا ما عارفين مشاو محمد 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 يعني ما عرفناش فينا هما الاخوان الله يدير حتى ولدي الخير الله يحضر السلامه والله يحفظ الله يحفظ الله يحضر السلامه الله يحفظ الله يحضر السلامه كما كتشوفوا معنا مشاهدينا المتتبعين يعني مباشره من مدينه المحمديه في غار الطاس لايف مرعب الاخوان يعني كتشوفوا معنا مشاهدينا المتتبعين يعني واش غيستطيعوا انهم يخرجوا ولا ما عرفناش على واحد درجه الحراره اللي مرتفعه بزاف الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ الله يحضر السلامه الله يحفظ ها باش نوريكم راه الدنيا مظلمه هنا يعني الله يحفظ الاخوان الله يحفظ الاخوان الله يحفظ الله يدير السول ديال الخير الله يحفظ الله يدير السول ديال الخير الله يحضر السلامه الله يحضر السلامه يعني ما عرفناش واش وقع لهم شي حاجه شوفوا معنا الاخوان الحاله راه حنا الظلام الاخوان ما كيبان والو انا غادي نخرج نوريكم برا الاخوان باش تشوفوا راه الظلمه هنا والو الاخوان شوفوا معنا هنا راه غير الظلام دامس شوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني السكوت الاخوان ما كتسمع حتى شي حاجه يعني الناس ما كيقدروش يجيو هنا نرجعوا لبلاصتنا الاخوان باش انكم تشوفوا الله يحضر السلامه الله يحضر السلامه الله يحد الباس الله يحضر السلامه الله يحد الباس كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام واش غينجح محمد قاهر الرقاش باش انه غيدخل هو محمد داخلين في الظلام الاخوان حيدنا لهم التليفونات حيدنا لهم كلشي لا عفوا التليفون دخل بالتليفون ولكن الدور ديال التليفون ما غيدورش الاخوان هانتوما شوفوا الدور ديال التليفون مازال هاد البيلد راه كيضرب كيبين شويه الاخوان فالله يحضر السلامه الله يدير الشاول ديال الخير واش غادي ينجح محمد قاهر الرقاش باش او محمد يعني محمد اللي يعني ما واش غينجحوا انهم يدخلوا وغيخرجوا على الاكسجين راه قليل هنا الاخوان انا راه ما كاينش غير اشكال ديال الجن راه اشكال تال ديال الاكسجين ما كاينش شوفوا معايا شوفوا معايا العلو ديالو الاخوان واحد البلاصه شوفوا معايا راه ما بين والو الاخوان هنا الرعب ديال بصح الله يحضر السلامه الله يحد الباس الله يحضر السلامه والله يدير الشاول ديال الخير يعني كنتمنى منكم مشاهدينا انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا وفي نظركم واش غيستطيعوا انهم يخرجوا ولا لا يعني هانتوما الاخوان بسم الله الرحمن الرحيم يعني راه واحد يعني ما يعني الواحد اللي بغى يجي هنا راه خاصو يجي يكون محصن راسو يعني خاصو يقرا القران حيت راه ما يمكنش ان واحد يعني شاك في راسو وكيجي هنايا راه كاين اللي كيخاف يعني كاين شي واحد اللي كيخاف والاخوان يعني كيجي ما عفوا كاين اللي كيجي ما مضيش كيجي هنايا كيبغي يدخل يعني كيعاد كيشخش واش كيف ما كنقولوا حنايا يعني كيتنور راسو كيبدا يقول شي واحد كيشمش حدايا شي واحد هادي فالله يحضر السلامه محمد محمد ما عرفتش فين هما الاخوان غبروا الاخوان يعني شوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني ما عرفناش اش غيوقع دابا يعني ما عرفناش واش غيخرجوا ولا لا الله يحضر السلامه والله يحد الباس الله يحضر السلامه الله يدير الشاول ديال الخير الله يحفظ الله يدير الشاول ديال الخير الله يدير الشاول ديال الخير علاش عطلوا الاخوان داز 5 دقائق يعني محمد راه باقي ما خرجش يعني 5 دقائق هي دازت الاخوان محمد راه باقي ما خرجش بغينا ندخلوا حنا يعني شوفوا واحد السكوت الاخوان
الحلوف يعني كنسمعوا صوت الحلوف لان الحلوف حتى هو كاين هنا الاخوان ماشي غابه هذه فهمتوا الاخوان هذه راه غابه الحلوف حتى هو كاين هنا بكثره يعني ما عرفناش فينا هما ما عرفناش فين مشاو هنا تعطلوا الاخوان الظلمه راه ما كيبان والو شوفوا معايا الاخوان هنا الظلام ما كيبان والو الله يحضر السلامه والله يدير الشاول ديال الخير يعني الله يدير الشاول ديال الخير يعني شوفوا معنا المشاهدين الكرام شويه اللي بقى كيبان والو الله يحد الباس الله يحضر السلامه الله يحد الباس يعني كنتمناو انهم يخرجوا كنتمناو انهم يخرجوا يعني الله يحفظ الله يحفظ الله يحفظ يعني ما عرفناش يعني واحد الاكسجين الاكسجين قليل ويعني كما كتشوفوا محمد محمد يعني الصهد الاخوان اخويا بقى ضرب ماشي خايف اخويا راه غندخلوا على الريزو ما كاينش دخلنا الريزو ما كيبقاش يعني اخويا امير داخلين بلا قنبة بلا والو اخويا الله معاهم وصافي الله يدير التاول ديال الخير والله يحفظ يعني انتم الاخوان كما كتشوفوا معنا المشاهدين المتبعينا دخلوا الغار طاس بالليل تحدي مرعب الاخوان ما عرفناش يعني المغامره صعيبه ما كننصحوش للشباب والناس انهم يجربوا المغامره هذه حتى ان كما قلنا هادشي ما معاش الضحك فالله يحضر السلامه والله يحفظ الله يحضر السلامه والله يحفظ الله يرجعهم على خير الله يرجعهم على خير حتى تعطلوا الاخوان يعني كيف ما كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام انا ما كيبان والو الاخوان الظلمه ديال بصح ما كاين والو شوفوا معايا المشاهدين الكرام يعني ما عرفناش يعني واش محمد موالف كيدخل فقاه الرقاد دخل هذاك النهار لقى بعض الطلاميز لقى شي حوايج يعني شوف معنا الله يحفظ الله يحضر الله يحد الباس الله يحد الباس الله يحد الباس يعني يعني خويا احمد راه باقي ما خرجوش اخويا راه باقي كنتسناهم يخرجوا تعطلوا محمد 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 يعني كنسمع الاخوان كنسمع راه جاوبني واحد فيهم ما عرفتش شكون راه جاوبني شي واحد دابا محمد صافي اخرج اخرج اجي هما جايين الاخوان هما جايين هما جايين فين محمد قاهر الرقاص يعني الله يحضر السلامة الاخوان يعني محمد هو جاي يعني شوفوا شوفوا يعني باش تعرفوا ان البلاصه مخلوقه راه غتلقى يخرج عرقان الاخوان شوفوا معنا هنا يخرج عرقان اكسجين والو داخل اصاحبي شوفوا معنا كي خارج الاخوان ايش اللي قلنا شوفوا معنا غادي مع الحيوط بحال هكا شوف شوف كي خارج الاخوان شوفوا معنا اكسجين محمد عسلامتك اخويا هاك الميكرو خلي خلي محمد داخل محمد دخلهاش تلاقيتش معاه محمد وي اخو كنشوفوك حرقان اخو تلقى شي لداخل الظلمه اللي حداك ما تشوفيها ولكن انت شحال شي قلت لي غتحداك تدخل في الظلمه الظلمه والله الا داخل مع الحيط بحالك انت شي لا شي فول لا والو محمد والو اخو كان محمد الاخر ما خرجش اش لقى شي قول لي اش لقى شي لداخل محمد الظلمه اخويا لداخل ما يبان لك والو ودا انت تما صاحبي ما سمعت تخرشيش وانا نوجد كان اسمع شي تخرشيش محمد لداخل داخل ما غادي يخطر ما يبان لك والو اللي حداك يعني محمد راه سمعت تخرشيش لداخل ودا انت يعني ما ننصحوش يعني يعني محمد الناس اللي باغيين يدخلوا هنا ما تنصحهمش لا ما ننصحش شي واحد اخويا يدخل هنا والله اللي ما عارفش علاش علاش دخلت علاش باش تحدى قاهر الرقاش تدخل انت انا شت بالنس نس وشتو هو دخل بالنهار انا قلت لهم تحداكم بالليل انا جيت تحديت بخويا بالليل وانت حاضر وشيف كلشي محمد دابا ما عرفتش شكون توضر ولا شي حاجه هنايا اه دخل قلب لا بلاش اجا خرج انت اللهم يعني ما حيتنا الواحد ما حيتنا ولاو بجوج الناس خرج انت دابا اخويا خرج انت انا شوف راه الخرجه صعيبه الاخوان شوفوا معانا راه باش يخرج صعيب الحال ها انتم الاخوان محمد قال الرقاص باقي ما خرجش ها هو جاي محمد محمد وعلى سلامتك اوا الاذان محمد الاذان شويه زويد محمد شد لي شد لي اخويا عافاك شد لي البيل صافي علي هبط هبط شويه ما كنت تسمع والو محمد أشهد أن لا إله إلا الله. شوفوا معي الإخوان واحد السكوت الإخوان. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
على الفناء. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يعني محمد توا غيتقرر أنه يدخل بالشقاق. سير محمد. محمد خويا اش لقيت يا محمد؟ اولا ما نصحش شي واحد يدخل هنا بالليل صراحه. انا مع التعاليق ديال الناس المشاهدين ديال شدوك 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 يا محمد. صراحه انا مع الناس اللي تحدوك. اسمعني صباحك يا محمد. تما خويا تما انا سالي مع وبدا. قول لي يا محمد. حقيقه يعني المشاهدين كي كتبوا بعض التعاليق يقول لك اش طالع ميسي. شوف هنا يعني صور شي حاجه خويا. انا صورت بنهار فعلا اي واحد غيجي هنا بالليل الا ولو القلب ديالو كيتزمط عليه، الا ولو كيحس بواحد التخرشيش. يعني الا دخلتي لداخل غتلقى بعض واحد الطقوسات وبعض واحد الكلمات شيطانيه وبعض واحد النجومات سداسيه وخماسيه. دخل بالنسنس وهو دخل دابا محمد. ما تخلقشيش يا محمد. اكسجين ما كاينش حقيقه، ولكن بجاد الله قاهر الرقاة وقاهر المشعوذين كيدخل وكيتحدى اي واحد وكيتحدى اي مشعوذ في المملكه المغربيه. واللي قال انا راسي بغى يديرها في البحر يديرها في البحر، بغى يديرها في البر يديرها في البر. سير محمد سير على محمد. الله اكبر. معليش محمد توق ناضي. غنقول لك ليه كاين ناضي. انا غير ما عرفتوش من داز هوايا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اليوم يعني كيأدوا في اللحظات خويا طارق المغامرة ديال بصح تدخل المستشفيات مهجورة. مرحبا خويا. قولوا لنا الإخوان اللي عارف شي بلاصة مهجورة يكتب لنا في التعاليق وإن شاء الله غنمشيو لها. يعني اللي عارف شي بلاصة اللي فيها الجن يكتبها لنا. حفا حنا حنا غادي نخرج. شوف هاد الغرطاس بالخصوص مورا المغرب صراحه ديال الاخيره. يعني انا قاهر الروقات ملي دخلت هنايا الا ولو كنحس بشي حاجه اللي كاينه. كنا مشات ماشي ما كايناش. صراحة اخويا زيد باش نكون معاك واضح، يعني كاين بعض واحد الناس كيبداو يقولوا بان احنا دخلنا. ما كاين والو. اسمعني كاين شي حاجة يعني كمل لي اخويا. كاين بعض واحد الناس كيقولوا بان هاد المكان هذا راه فيه دخلوا ليه وفيه داروا يعني شربوا فيه وسكروا فيه وداروا فيه جميع الحوايج، ولكن هو في الاصل راه ملي كتدخل لهاد المكان هذا، هاد المكان المرعب، وكتقول كتأذن الأذان وكتقول يا أيها الجني يا معشر الجن إن كان أحد هنا فليخرج. يعني هنا راه كتناديهم وكتنادي قبائلة الجن. يعني ماشي سهلة واحد الإنسان غادي ينادي قبائل الجن يعني وغدوز ليه طريفة إلا لما كانوا عندك بعض واحد الطاقة. خرج محمد خرج محمد. يعني أنتم الإخوان يعني وقعت شي حاجة برا. يعني الله يحفظ الإخوان. شقة شقة هانتوما يا اخوان في اللحظات هي الدخله صعيبه. اجا محمد. محمد اجينا محمد. اش مالك انا محمد؟ محمد اش مالك؟ صراحه كما قلت غنعاود نكررها، هاد البلاصه هذا ظلام ظلام خيب، وكاينين بعض واحد الناس. وشوف راه الاغلبيه دابا ديال انت كتحس بانك راك يعني راه جنابك. يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني هذا هو التحدي اللي دار الى هنا مشاهدي قناه الشعب، قناه شوف تيفي نكتب هذا القدر على عملاقكم بث مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.